يعطيكم العافية شباب صغير. نكفي بالإكسرسايز تبع الشابتر 4 الميكانيكال أكشنز. وصلنا للإكسترا إكسرسايز 4. عم بيقلنا name and represent without a scale the forces acting on the object as in each of the following cases. يعني نحن عنا object as وبكل case عنا إياه. هلأ حتشوفون للcases بدنا نسمي الفورس ونعملها representation without a scale. عندنا هاد الكيسز، عندنا 15 كيسز. أول كيس عندنا S is attached vertically to a string. عندنا ال S attached vertical to a string. نحن بدنا نسمي شو الفورسز اللي عم بيأثروا عليها ونعمل له representation without a scale. مثل ما شايفين هيدي ال S attached to a string. الاثنين فورس هي بده يأثر عليها اثنين فورس. أول وحدة اللي هي بديهية اللي هي ال weight. تاني واحدة اللي هي بعكس الويت، الحبل عم بشد طلوع اللي هي tension of a string أو tension. فنحن بدنا نعمله representation، هنسميهن أول شيء، نرجع نعملهن representation. عنا tension. هلأ مش طالب هون من الكاركترستكس بس أنا ضمنيا بدي يكون بعرفهن. هنعمل symbol لإلها T والويت symbol لإلها W. نجي طبعا هون بدنا نكون نعرف center of gravity للاس لحتى نقدر نرسم الويت منها. هاي البوينت ما نرسمه vertically downward للويت مثل ما تعلمنا. والتنشن بده يكون along the support، وهاي البوينت of application له هي contact point بين الاس وبين السترينج. هاي التنشن T. تاني واحدة عنا اياها هي S is attached to a an inclined string. معطوطي هيك بس على inclined string بهذا الشكل. أكيد كمان هون حيكون عنا الويت وعنا كمان tension. ما في عندي هون مثل ما شايفين كأنه مش موجودة على support، فبس هني هون اتنين tension T weight W. نجي ما نرسمهم. الويت على طول vertically downward. هنحدد ال center of gravity لحتى نقدر نحدد ال point of application بهذا الشكل. vertically downward تطلع الويت هيك، ما رح تتغير عن الويت. بينما التنشن تلحق السترينج، هي point contact point وبهذا الشكل. هاي التنشن T. third case أو third part عنا S is placed on a horizontal rough surface. هيدا horizontal rough surface. Rough يعني خشن. Smooth يعني ناعم. هون عندنا نحن support. يعني حيكون في عندي normal reaction of support. حنسميها R أو N. أكيد حيكون في عندي weight. وبما أنه الـ horizontal surface هو rough، فبده يكون في عندي friction. إذا تحرك لقدام بده يتحرك، بده يكون الفريكشن بعكسه. حنعتبر انه الفريكشن بهذا الشكل، او لما موشن بهذا الشكل حتكون الفريكشن بعكسه. طيب اول شيء عندنا ويت W، نورمال رياكشن اوف سبورت فيها نرمز لها بحرف N وفيها نرمز لها بحرف R. معنا الفريكشن نرمز لها بحرف F small letter. هلا نحطهم على الفيجر. ححدد أول شيء الـ point of center of gravity مشان أقدر أرسم الـ weight اللي هي force acting from a distance. تطلع هون vertically downward. أما بالنسبة لل normal reaction of support بيكون vertically upward أو perpendicular to the support، to the plane of the support، surface of the support. تطلع عندي إياها هيك. هاي الآن من هون ببلش الآن. هاي ال point of application الليلة. بالنسبة للفريكشن بيجي بياخد نص ال surface ال contact surface لهون وبوصلها برسومها هيك بهذا الشكل بعكس الموشن. هاي ال F الفريكشن. هاي هي. هنكفي. عندنا البارت 4 عم بيقول لي S is sliding
down as is sliding down on inclined smooth surface. Smooth يعني ناعم. Inclined. خلينا نشوف. بهذا الشكل أنا هي عم تتحرك هيك. هاي الاس السيرفس سموث يعني ما حيكون عندنا فريكشن وعم تمشي لحالها. اكيد حيكون في عندي الويت دبليو. طيب وهي محموله على السيرفس يعني عندي نورمال رياكشن اوف سبورت. دي هي الان. هلا بنشوف اذا عندنا فورسز تانية. هي عم تتحرك بس السيرفس مثل ما قلنا سموث فما حيكون في عندنا فريكشن. هلا بنيجي بنرسم الفورسز كمان. حنرسم نطلع السنتر اوف جرافيتي هاي البوينت على طول. الويت فيرتيكالي داونورد. اما بالنسبه للنورمال هلا حيتغير عندنا اياه. هيكون perpendicular to the plane of the support. النورمال بيصير بهذا الشكل. And ببلش من عند من هون point of application اللي له نص ال surface of contact. Part 5 عم بيقول لي S is sliding down on inclined rough surface. هلا نفس الحالة بس السيرفس صار راوس يعني صار خشن. طيب بما انه السيرفس صار راوس يعني بده يصير في عندي فراكشن. وقال لي شو اس سلايدنج يعني عم تتحرك على هيدا الانكلايند سيرفس بدون ما تتحرك. على طول شرط وجود الفراكشن انه يكون في عندي اول شيء راوس سيرفس سيرفس خشن وتاني شيء يكون في عندنا موشن يعني عم بيتحرك البادي. ما عم بيتحرك ما راح يصير فيه احتكاك ما راح يصير فيه فريكشن. طيب هون السيرفس الفورس اللي عندنا اياه هون اكيد الويت والنورمال رياكشن اوف سبورت ان حيزيد عندنا الفريكشن لانه عم بيتحرك على راوس سيرفس ريفريكشن اف. نجي بقى نرسمهم. نورمال رياكشن اوف سبورت مثل العاده سوري الويت بنحدد ال كونتاكت فورس سوري ال سنتر اوف جرافيتي وبنرسمه فيرتيكالي داونورد. ما بيكون بيربونديكولار على السبورت. النورمال بيجي بشوف النص ال السيرف بكونتاكت بوينت بين ال اس وبين السيرفس هون نصه لهيدا السيرفس اوف كونتاكت وبرسم الان بهيدا الشكل perpendicular to the support. الاف الموشن عم تكون سلايدنج يعني نزول. الفريكشن بتكون بعكسها وحتكون من نص السيرفس اوف كونتاكت بين الاس وبين السيرفس بين البلين وبعكس الموشن بيكون الاف بهذا الشكل. هاي الفريكشن اف. بالبارت 6 عم بيقول لي اس از بوشد باي اي هاند اون سموث هوريزونتال تيبل. عندي سموث هوريزونتال تيبل وعم ندفش هاي الاس على بالايد عم تدفشها على هيدي السموث هوريزونتال تيبل. طيب اول فورس حيكون في عندنا اياها هي الويت مثل العاده اللي هي W كمان محطوطة على horizontal table يعني عندنا normal reaction of support اللي هي الآن. هلا smooth يعني ما في friction يعني عندنا ناعم السطح بس عندنا الهاند عم تدفشو. الهاند عم تدفشو بهاي البوينت يعني عندنا بنسميها muscular force أو موتور فورس. فينا نقدر نسميها F capital letter. بيجي بدي أرسمهم هلا. الويت والنورمال مثل ما تعودنا هون رسمنا حددنا وين السنتر اوف جرافيتي مثلا هون
يكون vertically downward W الآن vertically upward perpendicular to the support لأنه هون perpendicular to the support وبتكون من الجهة هاي point of application لإلها الاف حتكون بهيدا الشكل هاي الاف عم نحن عم ندفش بهاي النقطة لجوا أو فينا نحطها من هون لبرا هاي الاف بهيدا الشكل أو بقدر حطها من هون يعني من عند النقطة هيك لجوا بس كرمال تبين ححطها من هون ما في مشكلة بالبارت 7 عم بيقول لي S is pushed by a hand on a rouse horizontal table يعني نفس حالة ال 6 بس هون صار في عندي إياه لل table rouse خشن حتزيد أكيد عندي force اللي هي الفراكشن بارت 7 حيطلع عندي الويت أكيد the normal reaction of support and the muscular force F وعندنا هون F capital letter وعندنا الفريكشن لأنه عندي راوس سيرفس اللي هي F small letter ما ننتبه بيجي بحطهم هلا هون عندنا هيك الويت لطلوع normal reaction of support هاي point of application للنورمال N وهاي الويت W هلأ هون رسمتها بهذا الشكل هون كمان هفرجيكم كيف نقدر نرسمها إذا ال F هون point of application بقدر أرسمها هيك بهذا الشكل هاي ال F إنه هي عم تندفعش من هون ورايح إذا هي عم تتحرك هيك ال F عم تدفشها لهون يعني الموشن عندي اتجاه الموشن هيك حيكون بعكسها الفريكشن بهيدا الشكل هاي الفريكشن F يعني هون عندي فور فورس عم تأثر على الصليد S